برعاية رسمية ودينية وحضور جماهيري واسع، أقيمت في السلط والمغطس والفحيص احتفالات بهيجة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، تخللها إضاءة شجرة الميلاد. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. في ظل أجواء الميلاد والسلام والمحبة التي عاشتها المملكة وعبقت في أجوائها، فقد شاهدنا طوال الأيام الماضية إضاءة أشجار الميلاد ليس فقط داخل كنائسنا بل في معظم المحافظات الأردنية، والتي جاءت برعاية واهتمام كبيرين من الدولة ومؤسساتها. ففي مدينة السلط رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إضاءة أطول شجرة عيد ميلاد طبيعية بحضور وجهاء وأعيان وأهالي المدينة، حيث قدم دولته التهنئة لجلالة الملك وأبناء الشعب الأردني الواحد بهذه المناسبة السعيدة. رافق الاحتفال الذي نظمته قناة تراث السلط بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى وجمعية الكاريتاس الأردنية إطلاق ألعاب نارية متواصلة لمدة نصف ساعة لتكون أطول مدة زمنية في العالم. هذه المدينة التاريخية، مدينة السلط، التي تؤكد العلاقة الإسلامية المسيحية التاريخية العفوية التي تصبح أن تكون أساساً العيش الإنساني المشترك، وصورة للتلاحم المسيحي الإسلامي بأبهى صوره وأجمل أحواله. هذا الأمر يؤكد على أننا قادرون في هذا البلد الكريم بقيادته الهاشمية التي جسدت كلمة سواء ورسالة عمان أن تكون هي حامية ووصية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس الشريف، وهو ما أكده رجال الدين المسيحي وعلماء الدين الإسلامي وأيضا العالم الإسلامي بأن جلالة الملك هو الأقدر على وصاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وفي موقع معمودية السيد المسيح المغطس رعت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، وبتنظيم من هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع هيئة موقع المغطس، حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد بحضور عدد من رؤساء الكنائس في الأردن والسفراء والمسؤولين وجمع غفير من المدعوين. وخلال الحفل الذي أدارته الإعلامية ربيكا عودة، ألقت معالي الوزيرة شويكة كلمة عايدت فيها رؤساء الكنائس وكل الحضور بمناسبة الأعياد المجيدة، مشيرة إلى أن الموقع الذي يعد واحدا من أقدس المواقع الدينية المسيحية في العالم يشهد ارتفاعا في أعداد الزوار، ويتوقع أن يستمر هذا الارتفاع خلال السنوات المقبلة ليصل إلى أرقام غير مسبوقة. القادم كتير أفضل، وعم نطلع على المغطس كأحد أهم المواقع لدرب الحج المسيحي اللي إحنا قاعدين نشتغل عليه بجدية، لأنه بالفعل هذا المكان يستاهل إنه ننطلق فيه من 180 ألف ل 18 مليون بني آدم لازم يجوا خلال 10 سنوات لمثل هذا المكان. شكرا لوجودكم، كل عام وانتوا بألف خير، والله يديم علينا الصحة والسلام والأمان بظل جلالة سيدنا عبد الله. شكرا. وألقى صاحب السيادة المطران كريستوفورس كلمة شكر من خلالها جهود الدولة الأردنية وكافة مؤسساتها في اهتمامهم ورعايتهم للأماكن المقدسة وإقامتهم هذه الاحتفالات الميلادية البهيجة. وقال سيادته: يعد هذا الاحتفال دليلا على نهج صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه في دعمه ووصايته على الأماكن المقدسة. أبكر بهاي اللحظات من هون من نهر الأردن، نرفع دعاء وصلاة لربنا إنه يعطينا هاي النعمة والبركة إنه حياتنا تتقدس بالفضيلة وبعلاقة سليمة مع الله والقريب ومع نفسنا. أبنائي، بحب أتمنى لكم كل سنة وإنتوا سالمين أعياد ميلاد مجيدة، سنة 2020 تكون سنة خير وبركة علينا جميعاً. ربنا يحمي جلالة ملكنا المعظم اللي يعطيه الصحة والقوة حتى يستمر بمسيرته الروحية والنهضة اللي نحن ماشيين فيها، وكمان ولي العهد سمو الأمير الحسين ولي العهد، وكمان
بحب من هون من الموقع ما ننسى صاحب السمو الملكي الأمير غازي على الدور المهم اللي عماله ببذله من أجل هذا الموقع اللي نحن موجودين فيه. وهون بخص كمان بالذكر وزيرة السياحة المهندس رستم وكل الإخوة اللي عمالهم شغالين بكل محبة لخدمة هذا المكان المقدس. ربنا يبارككم وكل سنة وانتم سالمين أبنائكم. وألقى سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن كلمة معايدة للجميع بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، كما قدم شكره لوزارة السياحة وهيئة تنشيط موقع المغطس على تنظيمهم المميز للاحتفال. نجدد شكرنا لوزارة السياحة والقائمين على إدارة المغطس لتنظيم هذا الحدث المعبر. أتمنى أن نجذب هذا الموقع أعداداً أكبر من الحجاج. في العام الذي ينتهي بعد قليل يكون قد زار الموقع نحو 180,000، نتأمل يزيدوا شوي من لآخر الشهر، خليهم 200,000 مشان ندور العدد، ونأمل أن تزداد أعدادهم، وذلك لفائدتهم الروحية وليبقى الأردن أرض كرامة وأرضا مقدسة يشعر من يطأ أرضها بالإيمان والحب وحسن الضيافة. وكل عام وأنتم بخير. وألقى الأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني كلمة عبر خلالها عن بالغ سعادته بهذا الاحتفال المميز في موقع المعمودية الذي هو رسالة للعالم أجمع يحاكي تاريخ الأردن وانفتاحه على العالم. معالي الأخت العزيزة الأستاذة مجد شويكة وزيرة السياحة والآثار في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مملكة المجد والتاريخ، سيدي صاحب السيادة المطران المحبوب، المطران ويليام الشوملي، أصحاب العطوفة، أصحاب القداسة، إخوتي الكهنة الأجلاء، أيها المؤمنون، أيها الأردنيون، كل عام وأنتم بألف خير. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هنا نرى إيليا نبينا العجلوني يرتفع من أول محطة إطلاق نحو الفضاء من هذه البقعة نحو السماء على مركبة نارية. وانظروا شرقا لتروا موسى كليم الله يقف هناك، فنقرأ مع هذه الأحداث، نقرأ كيف أن سماءنا الأردنية أيها المسلمون، كيف أن فضاءنا الأردني بورك في تلك الليلة يوم ارتبطت القبلتان الأولى في القدس والثانية في مكة. وقدمت خلال الاحتفال باقات من التراتيل الميلادية لجوقة رقاد السيدة العذراء في المفرق ومجموعة من التراتيل لجوقة ينبوع المحبة. وفي مدينة الفحيص أضاء غبطة البطريركيس كيريوس ثيفولوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن شجرة عيد الميلاد المجيد على مسرح القناطر الكائن في المدينة بحضور عدد من الآباء الكهنة وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة وجمع غفير من أبناء البلدة وزوارها. وفي كلمة غبطته ألقاها بالنيابة عنه سيادة المطران خريستوفورس مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، قال فيها إن رسالة العيش المشترك الذي نعيشه منذ 1400 سنة
أوجدت فينا روح الفرح والسلام، مضيفاً أن جهادنا الروحي هو استقبال عيد الميلاد، وقلوبنا متزينة بالفضائل دائماً، داعين الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على البلد بقيادته الهاشمية المباركة. ومن ثم قدمت العديد من الكلمات التي تشيد بالأردن ورعايته واهتمامه بالاحتفالات الكنسية في المملكة. وفي الختام سلم رئيس البلدية المهندس جمال حتر درع المدينة لصاحب الغبطة عربون شكر ومحبة لرعايته الكريمة للاحتفال.